هناك قطاعات رئيسية ومهمة لم نرى لها أي دور في الواقع، بل أزيد أكثر من ذلك، وقدمت تصريح لجهة إعلامية وقصته بكل أسف، بأن وزير أو أكثر، مسؤول أو أكثر، يقول والله ما نوقع ورقة حتى نخرج مانيش مستعد ندخل للسجن. ما دامكش مستعد تدخل للسجن روح لدارك، علاه تقبل المنصب الوزاري؟ علاه تقبل منصب المسؤولية؟ وزير في قطاع استراتيجي مهم يقول والله لن أوقع ورقة لأني لست مستعد أن أدخل السجن. أولا من جهة يجب أن تكون هناك تطمينات كافية للمسيرين حتى يستطيعوا أن يقوموا بأدوارهم كاملة دون نقصان. ثانيا الوزير الذي لا يتحمل المسؤولية، المدير الذي لا يتحمل المسؤولية، الوالي الذي لا يتحمل المسؤولية، عليه أن يمشي إلى بيته، يطلب التقاعد، يدير يشتغل قطاع خاص، هو حر ماذا يشتغل، ولا يمكن أن يشتغل في مسؤولية تحت وصاية الشعب الجزائري وباختيار من رئيس الجمهورية الذي خيره أو اختاره أن يكون خادما دافعا لوتيرة التنمية وليس معطلا لها.